الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، تأملات في الوصايا العشرة من آخر سورة البقرة، من آخر سورة الأنعام. وحين سيرد التاجد دورنا طبعا كادر دارا سورة آل عمران آخر كذا كتيرة آيات كانوا دقيسين بقول يا كوبي طبعا بقول يا لبي طبعا بقول يا استحيا طبعا استحلا آيات وطبعا در دارا ديمي هرانا كشيغنا إنك استوى قالت وقت قد دبائي وحكبت بدلين تورادي وكتبهاس طبعا كادر دارا وحي شيغيان وحيابيه حارنتي نمين تيرنا ما شرعي كدغتين يعني شرعي كا هين كيلهي و جيديه قل تعالى واتلو ما حرم ربكم عليكم يسوكاله وحان ايدين اخريا طلو كاله بولاي وحان ايدين كدول اخريا و خو الهي دي كحارنتي نمي وحلاشيه حارنتي اين كلمتي هره كسو قادن طبن كا ريموت وحاو هريا إن إلهي حقي سلسيو توحيدك شركي قال لماذا أنا لسك داي إن والدك الله سما فلو إن عرورت الله سما فلو إن النف حق دره لقود دلين فالحمدية سندية عيبت يدين لسك داي مالك أغانت إن الله دعين كفدية ميسانك إن الله ناقصين وددك وحود عن الظلمين هذا لك إن عدالة لقراعه وعدالة هذا الله يسكي لاليه عهدية بلانتا إلا وفيه شرعي إلهي إلا راعه طبعا كان رمود وي طبعا كان دور شربين وقايبين أين مركا وهو الرأي طبعا كان يوحى أي حنبارسين شيء الله يقال الضروريات الخمس باهيها الشنطة يقفك بن آدم كيوب بهي إلا وإلاليه أيها الكن كورورسا ودينتي وكا إلهي ديدت تكون شركي قلي مادان وعقلي عقلي سي الله الى لين يهدان عقيده لهين عقيده دو مركي سحنت يا دومه الهي حقي ساي سياني توحيد كي سو عقلغود دوفسوين ددان عقيده لهين عقلي ماله لانه عقلغودي با لغ دولو لغ دوفسد ضروريات كي وحا كميده قفكه ان لو الىاليه مالكيس وكا الهي ديده سبحانه وتعالى خولها اغونته ان لا عرو ددكنا كفدي ميسانك إن لغنا قصية أما ده خيامة وحلقة قاعدة كم كأي كيف كشيء شيء تردي سيا تيدي سمدنا إلى لنا قصين وحولها لا يلالي نفت بني آدم كدل كده دليل كدي ذي أيوم بحولها إلا دعانا دي ذي مركع عقيدة ذي يعود كي حوله هي نفتي هي نسلقي نسلق ما ترنك هاش السدال الله يراها وحي وحد انت نسلك وترنك اي عرضك يا شرفت بركه قفك هدي انت لو الهالي وبا انت وبهي هيبه شروع العالم كله انت مو الله الهالس يا واحد بدن باي داوعان ان اوكسون هي وخي الدين هي مدا سوين ان اوغانو وصايات كا 10 كا دردارن ان دينتي با كدانت دين عكلا هدي لوغا سو وريغه مر لباد لا ايغنا waxay ka koobayeen min maamuraati wa manhayat waxyaabo qofka la faray iyo wax loo diiday ala ka cabsigu ba hadda waa inta qofka goorta loodanayo waa taqiyo ilaahay buu ka cabsadaa wixii ilaahay ka soo jeedey ka yimaade oo faray waa inuu fuliyo wixii loo diidayna waa inuu iska diyaa iska daaya hadii ya taqwa waxa la faray waa waajib ya sunnah waxa loo diiday waa xaraam iyo karaahiya hadduu inta ku xaragoodu hagaajiyo de warkiisu waa dhayn taqwa leeyba walla wa qaybood bayn qaybin qaybta saddexaad waxa weey aan arimahan waa xuquuq qofka uu xaqiijinayo oo uu abuurayo lagu leeyay laakiin waa saddex xaq xaqi ilaahay xaqi waalid afwan afar xaq weey xaqi ilaahay ya xaqi waalidka ya xaqi caruurta ya xaqi ummadha xaq ku soo halayba waba intaabade ilaahay buu qofku xaqiisi fulinayaa oo waa tan loo diiday shirkiga leeyay ilaahay xaqiisi iyo tawxiidkiisa si كل يقير وحق الله إنها حق وحق الله إن إلهي سي
وحق الله التدريب ما حق الله على العباد وأول الحقوق حقي والدك كحيه لبدي والدنا إن الله سما فلوا تآية إلى هاي كشيء عرورتين إن الله سما فلوا كان إلى هاي عرورتين هدلنا إذا كان فقرك عرارية قاربا يمك على وش كسر ده الدنيا ده إن كنا الله هاي ساسوي جاي أنا مركا سكرين كلام مريء ويل قبري أي صوب حلو إن جا صوت طورة بيلي نما أنفع ده الدنيا ده تكون أربع عين كاس marka ilmuhu hadii uu uurka ku jiray haduu ifka joogada xaq buu leeyahay ya haduu tagooga aabaha ku jiraba xaqiisa la siinaya xaqa afraadna wa ummada wa agoonti wa fuqaradii masaakiinti wa dadkii madloominta wa dadkii amaanada loo hay waxa soo dhana xuquuqdooda la ilaalinayo keenu doonayna shakhsigeena doonayna inuu soo baxa waa ka haddii la yidhaaha qofka bani aadamka maxaad u nooshay ama maxaad xaqiijinaysaa cidda xuquuqdan sheegi karta waa qof islaamiya diin wax ka taqaan maala qof mutacalima wax baranaya leh maxaad wax u baranaysa wuxuu leeyahay waxaan wax u baran inaan dee aqoon yeesho oo dalkayga iyo dadkaygana anfaco oo anuguna shaqaysto wax yaroo noocaas buu ka sheekeynaya oo shaqo wanaagsan helo lacag wanaagsan helo wax noocaas qofka insaanka xuquuqdan xaqiijinayaysa ay u kala horeyso weeye kaynu doonayna inu soo saarayno التربيه اين كوسو سارين تعليم كاين كوسو سارين وعدي كوسو سارين اين اعلام كوسو سارين سي كلا هدي لو يغ حقوقدان مر افراد وحا ويهان وحا اي رنتي او قيبسميسا دينتو وحا كو شيغيسا وصايات كان 10 كان دردارين دينتو كا كوبنت عقائد يا عبادات يا معاملات يا اخلاق وما هج دمايسترا قيب هو عقائد ووحين امنين waxaad aaminaysaa inuu ka dhab yahay maxaa muujinaya de cibaadada in caqiidadaadan qalbiga kugu jirta ay runtay maxaa sheegaya de wanaad cibaadaysataa laakiin caqiidan iska wataayo kuusan oo halkaa igu jirta sida kubada oo aan macsiyana naaqusinaynin iimaanna kordhinayn waa fikirkii lagaga tagay nimankii la oran jiray firqadii halowday murjiada laa tadurru almacsiyatu maca aliimaan baynaan macsiyadu mar haddaad iimaan leedahay waxba kaa jafi mayso shahaadadaas baad odhanaysaa waxa doontaa samaynaysa marka caqiidadii waa in camal raaca waa cibaadaadkii insaanku ifkan markuu joogo waa ijtimaaci laba mid ah haddee xayawaanka kaynta joogay waa bulshaawi ciduu la noolaadaabuu u baahan yahay markuu xaqii ilaahay ku xarragowdo hagaajiya dee dad buu la nool yahay oo la shaqaysanaya oo wax la wadaya mucaamaladoodii waa in wanaajiyaa markaa muslimka miyirka qabaa mucaamalada xiriirka ilaahay la leeyahay siduu u hagaajinayaa buu xiriirka addoomahana wanaajiyaa ee ma naqaano qof odhanaya masaajidkana waa ku wanaagsanahay suuqana waa ku xuba ama xafiiska iyo siyaasadan ku kharibanaya ariga ha igu soo hagaagin masaajidkeed moodaysa inaan joogo mardii hadaal in imika halkan waa xafiiska iyo bakhaarka iyo qof laba shakhsiyadood la islaamku ma yaqaan ee sidaa u wanaajiya xiriirka ilaahay mucaamalada bani aadamkana waa in wanaajiya idan marka caqaa'id cibaadaad mucaamalaad iyo akhlaaq akhlaaqdu waa arrin weyn akhlaaqdiina waxay u taagan wa idaa qultum facdiluu wa bicahdi illaahi awfu waa qof cadli leh xataa hadalku cadaalad walow kaana daa qurbaabu ilaahay leeyahay hadalka hadalkaad odhanaysa cadaaladda ilaali xataa qof ay is-xigtaan ha ahaado ka aad u markhaati furayso ama aad hadalka ku odhanayso qof ay is-xigtaan ba ha ahaado ilaan xigtadanaynu u waalanay sirteennu ilaahay hayaa sirteenna ilaahay wuu ogyahayo walow kaana daa qurbaa iyo lifaaqa wuxuu u raaciyay hadalkii cadaaladda dad badan baa cadaaladda u seega xigtanimo iyo tolnimo akhlaaqda ugu wanaagsan cadaaladdu qof markuu hadalka odhanaya war hebel inkastaba aan ishayna laakiin dee adeer gartu waa noocaa adeer waxa uu ku saxan yahay qofku inuu odhan karo akhlaaqda wanaagsan iyo inuu ballan leeyahay waa bicahdi illaahi awfu ilaahay ballankiisa oofiya ballankaad addoomaha la gashayna hadde ilaahay baad la gashay hebelo waxa ahayno ahaad waxaasaan ballan qaaday waxaasaan bixinaya waxaasaan idiin qabanaya waxa aynu isku ogaano waxaasoo dhami bani aadamka aad la gashida waa ballama ilaahay mar lixaad haddaynu ta'amul ku samayno aayaadkan dib u eegno haada diin diinul itibaac laa diinul ibtidaac diintani maaha diin wixii la doonaba lagu walaaqo ama dee kolba dhan loo dhigo casrigan aynu joognaa waxaa soconaya wax la yidhaha alkhitaabu tajdiidu lkhitaabi diini wax la yidhaahdo ayaa calmaaniinta iyo dad maamulada dowladaha muslimka iyo horboodaya waxay kuleeyahy warnimo iyo irhaab baa in badan laynagu sheegaya bal diinta khitaabkeeda aynu barogarayno aynu cusboonaysiino khitaab
kitaabka diinigaabay ku leeyihiin wuu duugoobay ha la tajdiidiyo. Haddaad maqasho erayada kitaabka ha la tajdiidiyo iyo hadalka diinta, macnaheedu waxa weeye refinalization ha lagu sameeyo, asaaladii ha laga tagsiiyo, asaaladii asalkii diinta ha laga tagaya. Marka diintani waa diinul itibaac, laakiin diin la bidco lagu wadaya wixii la doono lagu dara maaha. Maxaa caddaynaya? وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. أمر وطبنك دردارنك أودن بيوي منهج كاني صور راع أبو الهي صور راع ووضضيري وأن هذا صراطي جد كيغي ويا أبو الهي صور راع وأمر. لكن ودوين بضنو كعسبونيسين تيا كابرو قرين تيا قال الدعائي يوحي نفت دوني سيوحا نصارى كتشوي ورهبانية ابتدعوها صوفي النما إسكار دنبشاني إسقنعين بأي لها ولو أكو أكو هلاوي. مركا مر والبا أصالة إلا إلى اليوى مهين دينتو وحي الله ده وحيابة ثوابة قد عيادة ونس بتبدلين الله ما تابتانا وقتقية وضعية وسبدلين. لكن أصوشا كوانا ينكوى الرمين وأمهات الأخلاق أصول الأخلاق ذروة السلام الأخلاق أصوشا أن نسخين بحق دينها وإن سيدو الله رعا. مركا أرمها كل كين يسوقين إن شاء الله آيهنا ونكسنان الله ينوافتشيو وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله.